استاذ يوسف. اظن دلوقتي بقى الصوره اتضحت ومن حقنا نكمل بقيه التوكيلات زفته وتنواحيها. لا، ما هي توقيعات في زفته كلها تمت وخلصت يا استاذ يوسف. لا زقزوق، لسه ما خلصتش. بين مأمور يحب يمضي؟ لا، ما حبش. خلاص براحتك، بس اكيد سياده المعاون هو اللي يحب يمضي، مش كده برضه؟ كده برضه يا استاذ يوسف. اتفضل. جماهير في حضني شايلها في الورق، والصوت اللي غايب اهو رجع النهارده. الجماهير في حضني شايلها في الورق، والصوت اللي غايب اهو رجع النهارده. شايل الأمانة في داها لو أموت، والناس اللي ساكتة خلاص بقالها صوت. شايل الأمانة في داها لو أموت، والناس اللي ساكتة خلاص بقالها صوت. الصوت في الضواحي كل النواحي، اصحى يا اللي نايم واصحى يا اللي صاحي. والصوت في الضواحي كل النواحي، وما بتصحى وانا طاب الدراح. والجماهير في حضني شايلها في الورقة، والصوت اللي غايب اهو رجع النهاردة. والجماهير في حضني شايلها في الورقة، والصوت اللي غايب اهو رجع النهاردة. رجع النهاردة، أهو رجع النهاردة. شفت حاجة ما كانوش متوقعينها الأمداد؟ دلوقتي بس سعد زغلول يقدر يقف قدامهم بكل جرأة ويقول مصر وكلتنا، ودلوقتي احنا بنتكلم باسمها. وتحيا مصر، ويخرب بيت كرياكو على رأي مسعد. طب اطلع انا بقى على طنطا عشان اجيب الجرايد. هو ده الكلام، روح انت هات الجرايد على ما كنا ننتلي ساعتين ثلاثة، ولما ترجع بقى صحيح. يلا عنك يا حكة. لا يا يوسف، كل الاول يا ابني وبعدين ارتاح ونام على راحتك يا ضنايا. يا امي انا مش جعان، انا حاسس ان انا شبعان قوي ومبسوط قوي يا امي، بس علشان خاطرك انا هنام لي ساعتين ثلاثة، ولما اصحى الاقي نفسي مفتوحة اكل خروف حتى ان كنت عايزه. يا سلام، تعرف يا أستاذ أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ أشوف سعد باشا والوفد اللي معاه وهم مسافرين برا مصر. هيحصل يا زقزوق، هاخدك معايا وإحنا بنوصل. رفضوا؟ أيوه رفضوا. بعد كل اللي حصل ده رفضوا إن الوفد يسافر؟ خد يا رشا خلوش. السلطات العسكرية البريطانية ترى أن هناك صعوبات تمنع إجابة الوفد في الوقت الحاضر. صعوبات يا خضر، توكيل من الشعب وحصل، موافقة الحكومة المصرية على سفر الوفد وحصل، في ايه تاني؟ الحكاية من الآخر يا شيخ علوش إن هما مش عاوزين كده، مش هيسمحوا بكده. أنا حذرت يوسف قلت له ما تتفائلش قوي، لأن الإنجليز دول حدوتة. يوسف أخوه عوض
جمعوا لوحدهم توكيلات الغربية كلها. الناس اللي تدافعت نجاح مقاطع النظير ووقعت، لما تعرف الحكاية دي هيجرى لها ايه؟ احباط احباط يا خضر. تعرف لو كان يوسف موجود في مصر دلوقتي كان نط بسرعة في بيت سعد باشا وعرفنا منه اي حاجة. وسعد باشا هيعمل ايه؟ معرفش. مدام صوتنا مش هيوصل للدول الكبيرة في مؤتمر الصلح يبقى مفيش فايدة يا خضر. وتفضل مصر تحت رحمتهم، كل اوضاعنا هتفضل زي ما هي، مرسوم على قد مصالحهم. لكن لا لا يا خضر، انا هكتب. تكتب ايه بس يا شيخ علوش؟ من دلوقتي ورايح قبضتهم على الصحافه هتزيد، ومفيش حرف واحد هيتسرب للناس. خلاص كده الواحد اتجنن يا خضر. مش لوحدك، كلنا هنتجنن. لكن يا ترى بقى واحد مجنون طبيعي زي يوسف الجندي لما يعرف هيجرى له ايه؟ مش ممكن، مستحيل. ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل كده اهو البساطه دي؟ مش ممكن البساطه دي. والله ما كنت عايز اجيب لك الجرايد ولا اقول لك يا استاذ. ازاي الكلام ده يا زازول؟ انت كنت عايزنا افضل عايش في وهم ان احنا قدرنا نعمل شيء، وان مصر دلوقتي واقفه ورا مصيرها وتخرج من السجن. الولد جاهز يا يوسف. طب اتغدى الاول يا استاذ، بعدين نروح ميت غمر ونتكلم في المكتب. ما الناس عرفوا يا زازول؟ هيعرف مدام الرد المهبب بتاع السلطة العسكرية ده اتنشر في الجرايد. هيعرف. مش لازم يعرفوا. مش ممكن الحلم الجميل الناس الطيبين دول عاشوا فيه روح منهم في لحظة كده. سعد زغلول أكيد عنده رد. أنا هسافر لسعد زغلول وأجيب لهم الرد، أجيب لهم الرد على الكلاب المتغطرسة دول. يا أستاذ هنقدر نعمل إيه إذا كان سعد باشا منعوه من السفر؟ تفتكر هيبقى لسه في فايدة؟ كان ممكن يبقى في فايدة. إحنا كان عندنا أمل صوتنا المنحاش يطلع ويوصل للعالم كله علشان يحرجهم، لكن مادام صوتنا اتكتم يبقى الخراب هيزيد أكتر وأكتر، والكلب اللي اسمه حشمت هيتمادى في توحشه أكتر وأكتر، وهيتمادى في عمايله القذرة هنا في زفتة أكتر وأكتر، وفي كل بر مصر الكلاب هيتمادوا وهيتوحشوا أكتر وأكتر. الكل دخل في دايرة مقفولة. لورد إنجليزي وتاجر قطن ومرابي قذر، ناس بيتمص دمهم وناس بيقبضوا التمن. دايرة مقفولة جواها غابة ما فيهاش قانون. وأمي بتنادي عليا علشان أتغدى، ونفسي اللي كانت مفتوحة تسدد، وشغل اللي في مكتبي في ميت غمر مرمي، مصالح الناس متعطلة. مستقبل ما فيهوش أمل. عمري ما كنت أتصور إني أشوفك وأنت بالشكل ده. ده أنت يوسف الجندي، يوسف الجندي اللي تعودت أشوفه واقف زي النهار وما ينكسرش أبدا مهما كان. وأنت قلت لي يا أستاذ أزوق. أيوة، بس وأنا معاك اتعودت إن كلامك وأفعالك أصلب حيلي وما انكسرش أبدا. عندك حق يا زازو. لازم نصلب حيلنا كلنا، لازم كل الناس في بر مصر يصلبوا حيلهم وما ينخوش. التاريخ قال كده، كانوا دايما عاوزين يدفنوها لكن دايما كانت هي اللي بتدفنهم حتى وهي ساكتة يا زازو. تصور يا سعادة الباشا انهم كانوا صدقوا روحهم. وهموا صدقوه يا ابو النجا بيه.
لا وإيه؟ رئيس الوزراء بنفسه يتورط وصدق، والمأمور الأهبل بتاع هنا كش عشان كده سابهم. أما لو كان نجح اللي كان بيخطط له سعدي باشا كان زمان يوسف الجندي وقلاضيش وفجروا. هما كانوا لسه ما فجروش يا شبراوي. هيخرصوا هيخرصوا كلهم لما محلى جرين هارت يتقفل. يتقفل ليه يا سعد الباشا؟ ليه ايه يا ابو النجب؟ ايه هو محلى جرين هارت ده؟ مش في ناس كتير من زفته عايشين على خيره؟ كتير قوي يا باشا. خلاص يشحتوا يتعلموا يبوسوا الايد اللي بتاكلهم بدل ما يعضوها. السلام عليكم. معقول عمالين بيه؟ انا لا بيه ولا باشا، رفضتها من زمان ورميتها على البلغه القديمه. ازيك يا راجل يا طيب؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انت وحشتينا كتير. مريه الشقيه ازيك يا وليه؟ الحمد لله. اتفضلتوا. ايه يا مستوكل، مالها القهوه مهويه ليه النهارده كده؟ القهوه مليانه بوجودك يا ماي بيه. بقالك كتير مش بنشوفك، انت كنت فين؟ رحله علاج في مصر المحروسه وطولت شويه. الف سلامه. ودلوقتي ازاي صحه؟ لا الحمد لله، واشوفنا كل حبايبنا اللي في مصر، وحضرت لي كام روايه حلوين قوي يا ماريه. ادي انت اتفرجتي على تياترو شيخ امايم؟ ايوه يا ماريه. اه يا مستوكي، اخبار جرجس ايه؟ مسيو جرجس انا عرفته انه في اسكندريه من مده كبيره. وحشني الراجل القبط الطيب ده، زي كلكم انتوا وحشتوني في زفته. وابو النجب ايه كمان وحشك؟ ابو النجب ايه؟ ابو النجب ايه؟ نسيته؟ يا راجل افتكر لنا حاجه حلوه، مش لسه برضه ماشي في دنيا الديك الرومي التركي بتاعه ده؟ خصمك بس. حلوه قوي منك حكايه الديك الرومي التركي دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا زازوك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اخبار الفتى المشتعل يوسف الجندي ايه؟ استاذ يوسف زمانه جاي. ايه الهم اللي كابس على مراوحك ده يا زازوك؟ هات له قهوه معايا يا مستكري. لا استنى يا مستكري، انا يعملوه بالقهوه بايديا. ايه ماريا اللي ما عرفكيش بيقول ان انت قريبتهم؟ طبعا قريبتهم مستوكلي، قريبة الناس الطيبين. اوعى يكون حد من ولاد الجند زعلك. لا حول ولا قوة الا بالله، قفلوا المحلة وشردوا الناس منهم لله. يا ساتر يا رب. مين؟ الشيخ عمايم. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شبراوي، لساهم بيقولوا لك يا حاج؟ محلك ايه اللي قفلوه يا حاج شبراوي؟ ما هو لازم يقول حاجة نكت كده زيه. انا ما بهزرش يا شيخ حمايه، الخواجه رنين هارت قفل المحرج النهارده. ده خبر وخس خالص. والخبر ده سمعته منين يا حاج شبراب؟ انت هتحقق معايا ولا ايه يا زقزوق؟ اياك عايز تطلعني انا اللي قفلت المحل. انا لسه جايب الخبر ده دلوقتي من بالزمه. انا برضه قلت كده. طب ما تقول لنا بقى الحكايه من اولها كده بطريقتك الممله دي. لا استنى يا حاج شبراوي، ما تحكيش الا لما يكون يوسف الجندي موجود هنا، انا رايح اجيبه واجي حالا. انا مش فاهم، صيانه اللي يقفلوا المحلق عشانها دي؟ مش حكايه صيانه، الصيانه تمت من شهرين. يكونش بعد الحرب ما خلصت ناويين ياخدوا القطن من الغيطان على بلاد الانجليز خبط لازق كده؟ تبقى مصيبه لو كان التوكيل هو السبب. معقوله اللي بتقوله ده يا استاذ انور؟ وليه لا يا عبده؟ مش كفايه البنك اللي شفناه ايام الحرب واللي لسه عايشين فيه لحد دلوقتي؟ اهدى ثقة يخرب بيت كرياكو، مالكم ملمومين كده؟ له يا استعور. انت ايه حكايتك يا كرياكو؟ قفل دكانك ومستخبي في البيت؟ يا روح ما بعدك روح، زي ما بيقولوا الفلاحين يا حبيبي. يا غبي، اوامر نزل ملكية الارض هتكون في ايديك قريب، والمأمور هادي هيكون جاهز بدورية كاملة تنفذ معاك. لا 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 لا, لا. يعني انا اللي هكون في وش المدفع؟ فين هو المدفع ده يا غبي؟ هم قدامك اهم، قعدوا يهللوا ويبصموا على ورق، وفي الاخر ركع البر كله، محدش قدر ينطق بكلمه
لما السلطة العسكرية قالت كلمتها. لا لا يا كرياكو، لا لا، أبوك يعقوب كان أشجع منك بكتير. افهم، ده الوقت اللي هيعرفوا فيها حدودهم للآخر، وهيفضلوا جواها لحد يوم القيامة. فاهم؟ ما هو لو ما فهمتش يبقى لهم حق يذبحوك، وساعتها مش همديلك ايدي خرسيس. شوفوا يا اسطوات، انتوا هتروحوا المحلك بكره الصبح في ميعادكم، ومش هتخرجوا منه غير لما نشوف حل. يعني ايه يا استاذ؟ يعني تعملوا اللي بيسموه اعتصام ده يا استاذ. ونبات في المحلك؟ ايوه تباتوا في المحلك. علشان كده انا عاوز اقول لكم لازم تكونوا جاهزين، تجهزوا لبسكم وتجهزوا زادكم. وزاد ليه؟ انا بنفسي هجيب لكم الزاد بتاعكم كل يوم. مش لو سابونا نخش من اصله؟ انا وغفر العزبه هنيجي ونفتح الباب بالعافيه لو حكم. اهو كده كبير. صبرك بس يا زقزوق افندي، صبرك. ممكن اعرف الاعتصام ده هيفيد بيه يا استاذ؟ هيفيد، وتطلبوا الحكمدار علشان يجي لكم بنفسه. وانا مستعد اخد عيال البلد ونروح له قبل ما يجي. وانا هاجي لكم معايا العريضه اللي هنكتبها دلوقتي والكل يمضي عليها الشيخ مصطفى. اهو ده الكلام يا استاذ، ولا بلاش، اكتب بقى العريضه في حموتها. ويكون في علمكم صوره ان العريضه دي هتكون على مكتب رئيس الوزراء في مصر. رئيس الوزراء بنفسه؟ طب ما احنا مضينا قبل كده لا مؤاخذه وقالوا لنا بعدها ان امضتنا ما كان لهاش اي فايده. ما كان لهاش اي فايده ازاي بس يا اسطى؟ حسن روميه باش كاتب المحلج قرا الجرنان الصبح وعرفنا ان مفيش فايده. لا في يا انور يا اخوانا، امضاءاتكم ما راحتش هدر. سعد باشا زغلول واللي معاه مش ممكن ابدا يقبلوا انكم توكلوهم قصاد الانجليز ويخيبوا املكم. وانا متاكد ان سعد باشا دلوقتي مش قاعد في بيته وقافل عليه بابه، لا ده اكيد. سعد باشا دلوقتي بيتحرك وبيفكر زي ما احنا بنفكر في اللي بيحصل هنا وبنتحرك. استاذ يوسف قال لنا على القهوه قبل ما نمضي الوفد، خروج الانجليز من البلد هيكون حل لحاجات كتير، حتى واحد زي حشمت هيتقصقص ريشه. دلوقتي لو عاندنا مع صاحب المحلج الانجليز هم اللي هيكونوا وراه، واحنا مين عارف هيجرالنا ايه. شوف بقى يا ابني انت، هو انا معرفش اذا كان سعد باشا نايم ولا صاحي دلوقتي زي ما بيقول يوسف الجندي. اللي اعرفه في القعده دي انكم لو قدرتوا تحافظوا على لقمه عيشكم ومحدش قدر يلعب بيكم بالطريقه دي، فده اللي ممكن يرد الروح لسعد باشا ويساعده. كلامك مظبوط يا عم الشيخ مصطفى. يا اخوانا، سعد باشا زغلول محتاجكم انتم اكتر ما انتم محتاجين. خلاص بقى يا استاذ، اكتب العريضه. هما اللي يقولوا يا زقزوق. قلتوا ايه؟ موافقين. وانا كمان موافق. بس خلوا بالكم، الكل هيمضي. نمضي ونقص كمان. يعني يا معالي الباشا، من بعد ما كان لرفع الحمايه صعوبات جاري تذليلها، اصبح الرفض صريح. ده مش بس رفض صريح، لكنه بيكشف عن نواياهم الحقيقيه. وبالمناسبه يا حضرات، الرد ده مش جاي من المندوب السامي شخصيا. الله، امال من مين يا سعاده الباشا؟ من السكرتير الخاص بتاعه. دي قلة أدب والله. بيقول في رده: عزيزي زغلول باشا، كلفت من قبل فخامة المعتمد البريطاني بمخاطبتكم بوصول خطابكم المؤرخ في 29 نوفمبر الماضي، وبإخباركم بأن فخامته قد رأى بعد استشارة حكومة جلالة الملك أنه لا يستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية في هذا الموضوع. أمال إيه بقى صعوبات جاري تذليلها؟ من فضلك لو سمحت، الباشا لسه ما كملش. وأضيف إلى ذلك أنكم إن كنتم تريدون تقديم اقتراحات بخصوص كيفية الحكم في مصر مما لا يخرج عن الخطة التي رسمتها حكومة جلالة الملك واعلنتها من قبل. يعني يا باشا ما نتعرضش لموضوع الحمايه من اصله بقى؟ طبعا، ما هو الحمايه والاحتلال من وجهه نظرهم امر مفروغ منه. يعني عايزين نتكلم عن ايه يا باشا؟ عن ارسال التهاني والتبريكات لبريطانيا العظمى ونقول لها شكرا على دعم مصر في الحرب وعلى موت شبابنا في الغربه لحسابكم. يا شيخ علوش استنى، الباشا لسه ما كملش. من غير معالي الباشا ما يكمل الحكايه كده بقت واضحه خالص. انا متفق مع شعراوي باشا، وده تسخيف مقصود لمطالب الامه. ده مش مجرد تسخيف يا عبد العزيز بيه، دي اهانه للشعب كله. مطلب الشعب
في الاستقلال الكامل تحول على ايديهم الى مجرد تقديم اقتراحات. واقتراحات عن ايه؟ عن الطريقة اللي نحب يحكمونا بيها، والطريقة محددة سلفا، والاقتراحات ما تخرجش عنها. يعني تحبوا ناكلكم مشوي ولا مقلي؟ تحبوا نسرقكم من غير ما تاخدوا بالكم ولا نديكوا خبر بالحكاية دي؟ دي حاجة بقت تجنن يا معالي الباشا. معاك حق، معاك حق يا مولانا. هل تقبل أن يتحول الأمر في النهاية إلى نكبة يا باشا؟ أم نلجأ للحكمة؟ حكمة إزاي بقى إن شاء الله؟ أن نعترف أن بريطانيا العظمى هي سيدة العالم الآن، وبيدها مقادير كل الدول، وأن نجد سبيلا للتفاهم اللين والحفاظ على صداقة الإنجليز دون مصادقة. أهو ده الصحفي من جرايدهم، ده الكلام اللي بيسمحوا بنشره، لكن مقالاتي أنا لا. لو سمحتم يا سادة. إنهم غوغاء ورعاع، ده الفلاحين الذين وقعوا في أي عقل اللي بتتكلم عنه يا صحفي يا مصري يا محترم، العقل اللي انت بعته لهم، لو لسه عندك عقل كنت تفهم ان الورق اللي وقع عليه الفلاحين اقوى من سيدة العالم والمتحكمة فيه، والانجليز نفسهم فاهمين كويس قوي خطورة توقيعات الفلاحين والناس كلهم. التوقيعات دي بقت في الارض خلاص. لم تستطيع قوة في العالم أن تلقي بإرادة الأمة إلى الأرض. لقد تحركت إرادة الأمة وعبرت عن نفسها ولن تتوقف. إذن أفتنا يا باشا عما سوف تفعل هذه الإرادة الآن. نحن المعبرين والممثلين عن إرادة الأمة، وبتفويض صريح من الشعب سنبلغ هذا المغرور أننا نرفض كلامه، ولن نتقدم باقتراحات، ولن نتنازل عن مطلب الأمة في الاستقلال الكامل. طيب يا باشا، إذا السلطة العسكرية ما رضيتش تستمع لهذا الرفض، عندئذ سوف تستمع إلى صوت آخر لم يكن في حسابها من قبل. سعد باشا مخبيها شيخ علوش. سعد زغلول مش سهل يا خدري، ده فلاح وحويط. هم يا سيدي كل الشلة موجودين، بس الأستاذ عوض الجندي لسه ما جاش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لي إن الأستاذ عوض بيقعد مع حضرتكم. أيوه. لا يا سيدي، ما بيقعدش ولا يعرفوش. يلا سلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ علوش، إيه في إيه؟ شكله شبه المخبرين اللي بنشوفهم في بيت سعد باشا. خضر بيقول عليك انك مش شبه المخبرين، الا انت صحيح مش مخبر يا حضرة المخبر؟ انا بلديات الاستاذ عوض والاستاذ يوسف الجندي، يعني من زيته، وطالب في مدرسة الحقوق. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. شكرا. يا اهلا يا اهلا. اقعد يا سيدي، انت فعلا شكلك مش شبه المخبرين، لكن انت كده ضيعت عليك وظيفة كان ممكن تأكلك الشهد اليومين دول. الأستاذ عوض مش هيتأخر، هو كان معانا في بيت سعد باشا، بس حاول يجيب سعد لتتصلح من محل جنب قهوة متاتيا. قهوة متاتيا دي مش اللي قريبة من هنا؟ اللي كان بيقعد فيها النديم والأفغاني. أهو عوض الجندي جه يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا صادق؟ الحمد لله على السلامة. ازي حضرتك يا صادق؟ اقعد استريح. يا ترى الراجل ده شرب حاجة ولا لسه أصدقائي البخلاء؟ لا الحقيقة احنا كنا لسه بنرحب بيه. يا جمعة أفندم يا أستاذ. تشرب إيه؟ لا أبدا، متشكر أوي. إيه هو اللي متشكر أوي؟ هات لنا طقم شاي يا جمعة. حاضر يا خير يا صاد. أنا جيت عشان أطمن على اللي عملته مع عم سالم. هو لسه في المستشفى، ربنا يشفيه. عوض ماله سالم ده؟ ما هو سالم ده اللي قلتلكوا عليه، اللي مرضيش يبيع القطن لإمبراطور زفتة. هو ده اللي أنقذ يوسف الجندي لما كانوا هيموتوه من الضرب؟ أيوه هو ده. وعلى فكرة بقى أستاذ عوض، الموضوع ده مش لازم أن يعدي كده، إلا بقى يبقى القانون اللي احنا بندرسه في مدرسة الحقوق ملوش لازمة. الإنجليز ما خلوش معنى لأي حاجة، حتى القانون. ده يا خضر لازم يبقى فيه معنى.
انا مقدم بلاغ بشكوى للمأمور، ومتفق مع يوسف يقدم بلاغ لحكمدارية طنطا. يعني مش هنسكت يا خضر. قول يا صاد، انت هتسافر امتى زفتة؟ كنت بفكر اسافر بكره، ولو اني يعني لسه جاي النهارده. بس على الناس اللي هناك من الممكن يعملوا الباشا معاهم. هو الحيوان ده مخيف للدرجه دي؟ ده اهم عميل للانجليز لتصدير القطن، ولنهب الناس وقله الادب والعنطزه التركي الكذابه. ولسه هيزيد. وابراهيم لما حاول يوقفه عند حده برضك مفيش فايده. ومين ابراهيم ده كمان؟ ابراهيم ده مشروع بطل شعبي. الا صحيح يا استاذ عوض، هو مشروع سفر الرفض ده اتلغى نهائي ولا ده كلام جرايد بيقولوه عشان يدفوا فرحه الناس؟ السلام عليكم. اهلا استاذ عبد الله. بعد اذنكم. سكرتير سعد باشا عايز يقابلك ضروري الليله دي انت والاستاذ يوسف. ايوه بس يوسف في زفت. ما فيش مشكله، تعال قابل الباشا الليله دي وبكره ان شاء الله سافر وهات الاستاذ يوسف. افتح بباب القلب للهوى وغصب عني غصب عني يقفلوا الهوى كأن طير مقصوص جناحه قص قلقان ومش شبع النظر ولا بص كأن طير مقصوص جناحه قص. يا ترى مين اللي ماشي بيغني في البرد كده؟ قلقان ومش شبع النظر ولا بص. ده شيء غريب. لا مش غريب، انه في قلب زفتة وفي عز برد الشتاء نسمع غنى. ومش غريب وسط المزلة والهوان يسهر ابراهيم. البلد دي دايما حبلى بشيء محدش يتوقعه. هتشوف يا حشمة وهتعرف، زي ما هيشوفوا أسيادك ويعرفوا. وغصب عني يقفلوا الهوى كأن طير مقصوص جناحه قص قلقان ومش شبع النظر ولا بص كأن طير مقصوص جناحه قص قلقان ومش شبع النظر ولا بص وازاي يطير والكون بحاله قفص قفص له أبواب مقفولة ما بينه وبين الأحباب وافتح بباب القلب للهوى وغصب عني يقفل الهوى يقفل الهوى يقفل الهوى. ربيع مسعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ربيع؟ تعال خش 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 من الساعة دي خش خش. ايه ده التلج ده؟ ايه؟ اقعد اقعد يا ربيع الدفا، اقعد قبل ما اعمل لك شوية شاي يدفوا زورك عشان تلعلع كده اكتر واكتر. بس قول لي يا ربيع، ازاي يعني الواحد يمشي كده يغني وفي التلج ده كله؟ الغنى من القلب يدفي يا مسعد. سلام عليك يا ربيع وعلى كلامك الحلو. قول لي بص، احنا نديها شوية شاي وبعد كده تقول لي انت طالع على فين؟ مطرح ما رجليا توديني. اهي طب ما تاخدني معاك يا صرابيع، خدني معاك. الهم كتر قوي 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 هنا يا صرابيع. والهم في كل مكان يا مسعد. طب انا هعمل ايه يا صرابيع؟ لا انت عايزني ولا ابراهيم عايزني.
ساعات بتهيألي ان غنايا بيوزن المجاريح، لكنه بيعدي زي الريح ما يسيبش اثر. زي انك بتحب يا سرابي. بحب من وسط الهم وقله الحيله نقدر نحب يا مسعد. وليه لا؟ مثلا الغايب بيحب بدور. ايوه هقول لك على حاجه كمان. عارف الواد التنين صادق افندي دي الزغنطوط دي بيحب هو كمان. ايوه بيحب بنت الباشا وبيروح لها عند صلايه الباشا عند سور الجنينه. ابراهيم بيحب صح. اللي يحب ما يقدرش يخاف. ايوه عشان كده شغل السلاح عشان بيحب التعب سالي وهيبقى غنوه. طيب ايوه في يوم من الايام هيبقى غنوه. انطلقي انت ما سمعتش طلق النار اللي ضرب دلوقتي؟ كان بيضرب علي. ايه يا حاج شبراوي جاي قبل الباشا طلع علي النار وما بيده. انت هتحقق معايا. انت هتحقق باشا نايم. نايم انا لازم اقابله لازم يسحب. انت هتحقق يا واد غبر. اتجننت يا شبراوي بيصحيني دلوقتي. اتجننت يا باشا. اتجننت عشان خايف عليك وعلى هيبتك في البلد. اتجننت يا باشا عشان عرضت نفسي للخطر ورجاله الدهم وابراهيم طخوا عليا النار وانا جاي لك دلوقتي. نتكلم في ايه؟ خلصني. يوسف الجندي بوظ اللي سعادتك عملته. اتفق هو والشيخ عمالي وعمال المحلك ان هم يحتلوا المحلك. طب ده خبر كويس قوي يا شبراوي. شبراوي نزل سلاحك يا غفير. ارجع لدارك. إذا كنت عايز ترجع لعيالك سليم يا سمري امشي. مش إبراهيم قال لك تمشي؟ دي مدخول. ما تسيبنيش يا ولد. ما تخافش يا حاج. هي كلمة ورد بطاقة. ما هترجع لعيالك أنت كمان. إيه هيرجع كده؟ بالسهل. اسكت أنت. كنت عند الباشا اللي حد شفراوي. زيه زي كرياكو. بصاص. جاسوس على الناس. ده انا من اعيان البهله. عيب يا ابراهيم. عيب قوي لما تقول لي قيمتي قدام الناس دول. قول كنت عند الباشا بتعمل ايه؟ بنتحاسب. بيني وبين الباشا حسابات كتير. ما بين القطن والقمح والمواشي. بمناسبه المواشي اشمعنى يعني انت والباشا وابو النجب ايه؟ الانجليز ما سحبوش المواشي بتوعه. مع ان يعني الفلاحين كلهم في زبده ما يحتكموش على بهنتين ثلاثه. عايز ايه يا ابراهيم؟ عايز ايه؟ اطلب ولا تحت امر؟ اللي عايزه انك انت تعرف ان اسمك شبراوي وان ابوك اصله فلاح من زبده. خلاص هعرف ومش هنسى. مش هنسى كمان اقول لكم انكم تمشوا من هنا الليله دي. وانا عند حشمة باشي اتصل بمأمور المركز وقال له بعت لي قوة عشان تحميني والقوة على وصول دلوقتي. ايه ده؟ روح انت دلوقتي. استنيك يا ابراهيم. عايزين روح كده مليتين بالمرة. انا قلت روح يعني روح. يلا قول امشي. وانتوا عايزكم تفتحوا عينيكم كويس لما نشوف اخرتها ايه الليله دي. السلطه العسكريه الانجليزيه يا افندي هي اللي طلبت تعطيل المحلق. بناء على يا باشا؟ بناء على تقرير المامور بتاعك وبتوصيه مني المستر هانز مستشار الداخليه. استريحت؟ فضل استناني برا حضره المعاون. انا افضل ان انا استنى سعادتك في المركز. باذنك يا باشا. جايبه معاك ليه ده؟ لانه لازم ينفذ كل كلمه سعادتك تقولها وغصب عنه كمان. قلت لك انقلهولك. اذا كان النقل يريحه فبلاش ننقله. وبعدين
نقله مش هيفيدنا في موقفنا ده يا باشا. ما له موقفنا يا هادي؟ واحد زي ده هيطول لسانه أول ما يسيب زفتك. بقى عامل حساب لظابط زي ده وناسي مين هو اللي بيحميك؟ أنا بصراحة يا باشا موقفي بقى زي الزفت، وأي واحد يقدر يشهر بيا، وكفاية اللي حصل من الواد الجنايني ده وعصابة الدهم اللي اتلم عليها واللي عملوه قدام الناس كلهم. خلاص يا هادي، خليك في المحلق والأحكام العرفية ونفذ المطلوب منك وبس، وما تهتزش قوي قدام عيل حماسي زي المحامي ده. ده خلاص لغة الكلام بتاعتهم انتهت، وسع الزهرور بتاعهم كشف انهم مجرد عدد، وحيفضلوا لآخر الدهر عدد لا لهم قيمة ولا كلمة. الكلمة لأسيادهم وبس. اعمل معاهم تحقيق مبدئي لغاية ما يوصل الضابط الإنجليزي اللي هيحقق معاهم. أستاذ عمر كان يا ستي يا ولد ابني. الله يسلمك. يا حبيبي اهلا اهلا نورت الدنيا كلها. يا حبيبي ازيك يا جمالك؟ ازيك يا حبيبي؟ يا قلبي يا ابني. يوسف، ايوه قوم يا يوسف. اهلا اهلا، انت عند السماعه. الله يسلمك. انت جيت امتى؟ جيت دلوقتي. يلا قوم على طول عشان هنسافر. ايه هنسافر؟ ايوه هنسافر. طيب افهم بالظبط ايه الحكايه يا عوض. هفهمك الحكايه في السكه. المهم تسيب خبر لزقزوق في المكتب انه يقدم طلب بتأجيل كل القضايا اللي وراك الفترة دي. من فضلك ارجوك عوض قولي حصل ايه في مصر. سعد باشا طلع انه عامل ترتيبه لكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل، ودلوقتي حضرتك معايا في تنظيم سري للوفد.